مرحبا بكم محبي محرز نسيت الجيم اشتراك. اذا محرز تألق وتسبب في ركل الجزاء في مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون. اذا تألق اليوم رياض محرز في هذه المباراة وساهم في هدف انقذ فريقه من الخسارة، خاصة بعد ان كان الفريق بعد 20 دقيقة لم يسجل اي هدف، وقدم موقعه scored.com العالمي ثاني اعلى علامة في مباراة لصالح رياض محرز. هذا ما يدل على أنه فعال في الفريق وسيكون أساسي في المباراة القادمة. في الآخر ما تنسوا الجيم والاشتراك وشكرا لكم.